وعلى الأبناء كلها حاولوا يكرموا أولادكم الجميل في زملاء زميلاتهم والمؤسسة لعدة 10 سنين من 30 في معاصرة الإسلام ومدة أكثر. نحب نقول لهم بارك الله فيكم ونشكركم على كل الجهود التي قاموا بها من خلال هذه المؤسسة. نحب نشكرهم على كل ما قاموا به من تضحيات من إنجازات في سبيل المؤسسة. طبعا من المدرسة والزملاء القاعدين الكل اللي حكيت معهم كان عندهم حسرة وهجر شخص لخروجهم من السنة التونسية لأنه السنة التونسية حاجة كبيرة لمؤسسة تشد أشخاص تفيز التشخيص برغم في الوقت هذايا من الصعوبات التي نشوفها وهي الناس عاشتين في هذه الفارغ الصوم وكذلك ثم بدات زاد احسوا على ان وضعيه المؤسسه بشكل مرات قويه وضعيه في اليوم اللي تخرجوها عام 35 التالي ان شاء الله الوضعيه كما تعرفوا قاعده ممكن نحسنوا فيها شويه من 18 الى 18 عندها نقطة نوعية في النتائج بتاع المؤسسة. 2019 حافظنا على هذه المستوى النتائج خاصة في التوسكي شيخ الأفير وبرفورمانس وتوسكي زيادة الإكسبلوتاسيون. يزيدنا نكملوا على هذا النتائج مكثف يزيدنا نكملوا أكثر خدمة أكثر إسعاد. Nous avons un grand potentiel. On a tout ce qu'il faut pour le faire. On a tout ce qu'il faut pour le faire. On a pris un poète de chérie, 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 on a pris un poète de هذا هو معناها مفتاح النجاح لكل المؤسسات مش كانت تسال في تونس. يعني بالرغم الوضع العام الاقتصادي العام بلادي الوضع الصحي كما تعرفوا على وضع زاد خاص للقطاع وهو التنافسي كبير زاد وعندها زاد وضع تاني تعرفوه بالضبط تعرفوا لي تسال في تونس لازمها نغيروا من الولايات بتاعنا وانه فقط مشروع قديم من عدة سنوات هو مشروع على هيكل وعي عدة هيكل تونس بيزنا نخدموا فيه بمدى اسرع قبل فيه 13% من زاد 90% يزنا احنا والشريك الاجتماعي نكونوا على وعي باهميه هذا المشروع وعلى وعي بانه الوقت اللي معنا الوقت اللي بيتدرى السوق وما نقدموش فيه في المشروع هذا هو في صالح المؤسسه. على كل نحب نقول لكم مره اخرى بارك الله فيكم استاذ تونس تعرفكم الجميل اللي كنتم به تعرفكم بتضحياتكم تعرفكم بما كل ما قدمتم للمؤسسه هذه وكل ما قدمتوه لزملائكم الاستاذ توقعاتي في استيقاظ ونعم عليكم بعد الشك فيه ونكون ديما سفراء تسال تونس برضه تسال تونس على حق تدخل معكم اليوم يزال يشتغل الخدمه انا ديما نشوف في اللي يقولوا تاع مصر نقول 12 شيك الاوكي في السرور السرور عندنا مازال ما خلصش الشكل ديما نشوف في دونك Donc ça c'est à l'aide, la scandale, c'est de mettre un phare par jour, moi c'est un phare par jour, on a dit, 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 العديد من المغريات اللي حكوا في المثل اللي عندهم معناها سوكي بس حاجه باهيه
مليانكم التوفيق ومليانكم انتم مع عائلتكم ومستقبل انفسكم بشكل ان شاء الله سنه نهايه سنه سعيده لانتم ليكم ان شاء الله سنه 2020 سنه مليانه بالافراح والمسيرات ليكم ولذويكم وللعائله الكبيره اللي عندها سنه توصل بارك الله فيكم.